السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم طلاب الصف الثالث الإعدادي مع مراجعة ليلة الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية. نبدأ أولا بأسئلة الامتحان. أول سؤال في الامتحان هو شكل الخريطة. الخريطة أول شكل عندنا هو أمامك خريطة صماء، ونكتب إحنا أسماء الحاجة اللي عايزها. يعني أمامك خريطة القسم الشرقي للعالم، أكتب مدلول الأرقام الموضحة عليها. اولا مصب نهر الفولجا هو بحر قزوين. منطقة تركز سكاني دول المغرب العربي سواحل البحر المتوسط. اقليم مناخي البحر المتوسط. قسم سكاني رقم 4 طبعا سلالة قوقازية، قسم السكاني النوردية لان شمال اوروبا. ودولة نقط ذات دخل اقتصادي اقل متوسط هي دولة الصين. ده الشكل الاول لسؤال الخريطة. الشكل الثاني هو امامك خريطه، تمام، ونكتب احنا الرقم اللي موجود على الخريطه. امامك خريطه صماء لامريكتين، اكتب مدلول الارقام الداله على عبارات. منطقه يتركز بها السكان بسبب موارد اقتصاديه تمثل رقم. هنا نقول منطقه تركز سكان يوجد بها موارد اقتصاديه هي الولايات المتحده الامريكيه او البحيرات العظمى، فطبعا هنا رقم 3 البحيرات العظمى. مصب نهر لبلاتا، مصب نهر لبلاتا المحيط الاطلنطي. سلالة نقية تمثل رقم 4، سلالة نقية هي طبعا الاسكيمو المغولية. اشجار الزان تمثل رقم 2 لان اشجار الزان اقليم غرب اوروبا. الشكل الثالث وده الشكل الجديد للخريطة السنة دي، من خلال الخريطة اللي تمامك اجب عن التالي. طبعا الخريطة دي قارة استراليا. ما اسم الهضبة اللي تشغل نصف مساحة القارة؟ هي الهضبة الغربية، وتتميز بانها طبعا تتميز بالاستواء وطبعا تشغل نصف مساحة القارة. فسر الضيق السهول الساحلية في شرق هذه القارة لم يؤثر على تركز السكان في هذه المناطق. شرق القارة في جبال الحاجز الكبير ولكن لم يؤثر طبعا الظاهرة التضاريسية اللي هو الجبال وعرة السطح في تركز السكان، لان في شرق استراليا في مدينة سيدني وبها مناطق صناعية ومدن كبرى. يمتد الاقليم نقط جنوب غرب القارة. جنوب غرب القارة اقليم بحر المتوسط. يبقى ثلاث اشكال للخريطة، الشكل الاول هو نكتب الاسم، الشكل الثاني الرقم، والشكل الجديد هو طبعا اسئلة على خريطة صماء. السؤال الثاني في المنهج هو رسم البيان. نبدأ اولا برسم بياني لسكان العالم 2014. رسم بياني لسكان العالم 2014 بالترتيب اسيا، افريقيا، اوروبا، امريكا الشمالية، امريكا الجنوبية، استراليا، والقارة القطبية الجنوبية. الشكل الثاني الرسمي البياني هو شكل معدل المواليد، قارات بالترتيب اوروبا، امريكا الجنوبيه، امريكا الشماليه، القاره طبعا اوكيانوسيا اللي هي استراليا، واسيا وافريقيا. رسم البياني الثالث في المنهج معدل الوفيات في العالم، امريكا الجنوبيه، استراليا، امريكا الشماليه، اسيا، افريقيا، اوروبا. الشكل الرسمي البياني الاخير في الماده طبعا معدل نصيب الفرد السنوي. عندنا قارة استراليا وقارة اوروبا، امريكا الشمالية، امريكا الجنوبية، اسيا، افريقيا. السؤال بيكون على رسم البياني كما هو موضح. امامك رسم بياني يوضح نصيب الفرد من الدخل القومي السنوي في قارات العالم. استعن به الاجابة عما يأتي. اعلى نصيب للفرد من الدخل في قارة طبعا استراليا، ويليها قارة اوروبا. ما تفسيرك لانخفاض الدخل بقارتنا هي قارة افريقيا؟ وماذا يحدث اذا استفادت افريقيا من ثرواتها المعدنيه والزراعيه؟ طبعا تفسير الانخفاض في قاره افريقيا لان طبعا الزراعه. طب لو استفادت افريقيا من ثرواتها المعدنيه والزراعيه في التصنيع فاصبحت من قارات ذات دخل اقتصادي مرتفع. سؤال تاني للرسم البياني. امامك رسم بياني يوضح توزيع السكان في قارات العالم. استعن به الاجابه عما ياتي. قارة نقط أكبر قارات العالم سكانا هي قارة آسيا. ما القارة أقل قارات العالم سكانا هي قارة أستراليا. ما تفسيرك لقارة أنتاركتيكا اللي هي القارة القطبية الجنوبية خاليا من السكان لأنها تقع في النصف الجنوبي من القارة متجمدة؟ ما أهم المناطق التي تتركز بها السكان في الولايات المتحدة الأمريكية؟ طبعا مدينة نيويورك طبعا لأن الساحل الشمال الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، البحيرات العظمى بسبب المدن الكبرى وموارد اقتصادية ضخمة، وأخيرا طبعا نهر المسيسيبي هي الولايات الوسط بسبب وجود اقاليم زراعيه. نبدا في النقاط الهامه في الجغرافيا.
أولا البحر المتوسط هو ملتقى قارات العالم القديم آسيا وأفريقيا وأوروبا. ثانيا يكاد يتلامس اليابس الأفريقي مع اليابس الأوروبي عند مضيق جبل طارق. تمتد قارة أوروبا في أكثر من 90 درجة طولية بسبب كثرة الجزر. القارة القطبية الجنوبية يمر بها جميع خطوط الطول بسبب طبعا إن هي تقع في نصف الكرة الجنوبي للكرة الأرضية. تكثر خطوط الطول في قارة أستراليا عن قارة أمريكا الجنوبية لأن قارة أستراليا بها جزر، بينما قارة أمريكا الجنوبية تقل فيها خطوط الطول في الأجزاء الجنوبية بسبب شكل القارة لأنها تبدو في أقرب إلى المثلث. يغطي الجليد الأطراف الشمالية للسهول الفيضية في قارة أمريكا الشمالية، فأصبحت الأطراف الشمالية للسهول الفيضية ليس لها أهمية لأنها تتجمد في الشتاء. تعتبر هضبتي التبت والميزيتا من هضاب الملاصقة للجبال. التبت طبعا هي سقف العالم، تعلو عن قمم الجبال، والميزيتا يجاورها طبعا جبال البرانس في اسبانيا. تعد السهول حوض الامازون اوسع سهول نهريه في العالم بسبب تعدد روافده. طبعا سهول الامازون اوسع سهول نهريه ومصب المحيط الاطلنطي. تتميز قاره افريقيا بوجود سلاسل جبليه عملاقه بالقرب من الساحل. السؤال ياتي هنا دلل تتميز قارة أفريقيا بوجود سلاسل جبلية عملاقة بالقرب من الساحل زي طبعا جبال دراكنزبرج في أقصى جنوب شرق القارة، وجبال أطلس في شمال غرب، وجبال البحر الأحمر في شمال شرق دي، وجبال كليمنجارو وكينيا في الشرق. يتشابه نهر المسيسيبي ونهري ميري ودلنج من حيث الانحدار والمصب. الانحدار هو اتجاه النهر، فنهر المسيسيبي ونهر ميري ودلنج ينحدرون من الشمال للجنوب. المصب نهر المسيسيبي يصب في خليج المكسيك، نهري ميري ودارلينج طبعا يصبان في خليج الاسترالي الكبير. يوجد تناقض بين السهول الساحليه في قاره اوروبا وقاره افريقيا. التناقض في السهول الساحليه في قاره اوروبا ان قاره اوروبا متعرجه فانشاء مناطق طبيعيه، وطبعا دي تساعد على مكاسب اقتصاديه، بينما قاره اوروبا افريقيا ضيق السواحل بسبب اقتراب الجبال منها. إقليم مناخ التندرة من أكثر أقاليم مناخية امتدادا في عدد دول العرض لأنه بعد 60 درجة شمال وجنوب خط الاستواء ويظهر في معظم قارات العالم. تشتهر دولة إندونيسيا بإنتاج أخشاب المهوجني لأن دولة إندونيسيا طبعا ضمن إقليم الاستواء. جميع الأقاليم المناخية التي تقع في شرق القارة تتميز بأنها ممطرة طوال العام. أقاليم تقع في شرق القارة هي إقليم طبعا اللورانسي شمال شرق، ويوجد في الأجزاء الشمالية من الكرة الأرضية ومش موجود في الأجزاء الجنوبية، وإقليم شرق القارات الصيني الاتنين ممطر طوال العام، ولكن اللورانسي طبعا خاصة في الصيف، ولكن الصيني تزداد في الصيفا. تعتبر هضبتي التبت والميزيتا من هضاب ملاصقة للجبال. يتميز إقليم التندرة بالبرودة شديدة طوال العام بسبب الموقع الفلكي لأنه طبعا يقع ما بعد درجتين الستين شمال وجنوب دائرة الاستواء. يختفي الإقليم المعتدل البارد شرق القارات في نصف الكرة الجنوبي للكرة الأرضية. يكاد يتطابق المناخ الموسمي مع المناخ المداري السوداني. مناخ الموسمي غزير الأمطار وشتاء جاف، إقليم المداري نفس الخصائص المناخية، وكمان هنا حشائش السافانا وحشائش السافانا. يتشابه إقليم الصيني مع اللورانسي في زيادة الأمطار صيفا. اتساع مناطق إقليم البحر المتوسط ومعتدل شرق قارات الصين يساهم في تنمية الثروة الحيوانية. الدليل هنا طبعا إن إقليم بحر المتوسط وإقليم معتدل شرق قارات الصيني تنمو بها حشائش الاستبس وهي مراعي طبيعية فتساهم في تنمية الثروة الحيوانية. الموقع الفلكي هو العامل الرئيسي الذي أدى لتعدد أنواع الإقاليم المناخية في قارة آسيا لأن هي طبعا بمرور دوائر عرض كتيرة، وثانيا اتساع مساحة قارة آسيا أدى إلى تعدد أنواع الإقاليم المناخية. أقصى اتساع لإقليم مناخ مداري حار السوداني في يوجد في قارة أوروبا في أفريقيا لن يجد في شمال وجنوب الإقليم الاستوائي في أفريقيا. سكان الإقليم الصيني أكثر عرضة لمخاطر المناخ من سكان إقليم البحر المتوسط لأن سكان الإقليم الصيني اتعرض لها عاصفة التيفون، تمام، فهو أصبح هنا إقليم الصيني أو سكان الإقليم الصيني أكثر عرضة لمخاطر المناخ من سكان إقليم البحر المتوسط. ينتمي جنوب دولة الصين لإقليم مناخ موسمي، بينما شرق دولة الصين إقليم مناخ معتدل صيني دفيء، وشمال شرق الصين معتدل بارد شرق قارات اللورانسي. يختلف الغطاء النباتي في شرق آسيا عن غرب أوروبا في المناطق الواقعة بين دائرتين عرض 60 ل 45 شمال. شرق آسيا طبعا إقليم
60 ل 45 يبقى ده معتدل بارد، يبقى هنا لورانسي. فخصائص المناخيه يختلف عن غرب اوروبا، لان غرب اوروبا اقليم غرب اوروبا في امطاره طول العام خاصه في الشتاء والخريف، بينما شرق اسيا اللورانسي امطاره طول العام خاصه في الصيف. صحراء كالهاري يوجد بها احد احدى السلالات البشريه الافريقيه النقيه اللي هي الزنوج قصار القامة. يعد معظم سكان قارة استراليا من السلالة الزنجية، لأن معظم قارة استراليا من السلالة الزنجية، بينما الجزر وجنوب شرق وجنوب غرب سلالة قوقازية. تنتشر السلالة الزنجية والسلالة المغولية بجزيرة مدغشقر. تنتشر السلالتين الزنجية والقوقازية في دولة الهند رغم أنها من دول قارة آسيا، لأن كل آسيا معظمها طبعا مغولية، بينما دولة الهند توجد فيها سلالة زنجية وسلالة قوقازية. تعد الجهات الشمالية أقل جهات سكانا في قارة أوروبا بسبب المناخ السائد، وهي فنلندا والنرويج. يرجع السبب الرئيسي لتراكم السكان في منطقة نهر طبعا ولاية الوسط هو نهر المسيسيبي إلى خصوبة التربة. المدن الكبرى العامل المشترك في تراكم السكان في دول غرب أوروبا وشمال شرق الولايات المتحدة. دول غرب أوروبا فيها مدن كبرى كتيرة زي بريطانيا، فرنسا، أسبانيا. شمال شرق الولايات المتحدة فيها دولة طبعا مدينة نيويورك من المدن المهمة في شمال شرق الولايات المتحدة. خلافت أوغندا وكينيا قاعدة توزيع السكان في المناطق المدارية. هي المناطق المدارية طبعا يقل فيها السكان، بينما أوغندا وكينيا بسبب طبعا ارتفاع السطح فأدى لاعتدال المناخ، فأدى لتركز السكان في أوغندا وكينيا. يتشابه نهر الانجيتسي مع نهري مير ودارلينج تضاريسيا ومناخيا ونباتيا. نهر الانجيتسي موجود في شرق الصين. نهري مير ودارلينج في جنوب شرق استراليا. طبعا هما سهول الاثنين سهول فيضيه، مناخيا الاثنين صيني، معتدل دفيء صيني، والاثنين طبعا تنمو فيه غابات صينيه الصفصاف والبلوط وحشائش الاستبس. توجد علاقه بين النشاط الاقتصادي ومعدل المواليد في قاره افريقيا. دلل طبعا النشاط الاقتصادي يعمل طبعا سكان قاره افريقيا في النشاط الاقتصادي الزراعه، فادى ذلك الى انجاب عدد كبير من الابناء فارتفع معدل المواليد. خلافت هضبة البرازيل قاعدة توزيع السكان. طبعا الهضاب والجبال وعورة السطح أدى لقلة السكان، ولكن هضبة البرازيل وسواحلها يوجد بها مدن كبرى فتركز السكان حول هضبة البرازيل وسواحلها. يتشابه نهر أوريانكو مع نهر لابلاتا تدريسيا وسكانيا. نهر أوريانكو موجود في شمال أمريكا الجنوبية، ونهر لابلاتا وسول البامباس موجود في أمريكا الجنوبية في الجنوب الشرقي. نهر أوريانكو في دولة فنزويلا، نهر لابلاتا في دولة الأرجنتين. الاثنين سهول فيضية والاثنين يتركز بهم السكان لأنهم سهول فيضية. تتشابه شمال أوروبا وشمال أمريكا الشمالية وشمال آسيا في توزيع السكان برودة. شمال أوروبا طبعا فنلندا والنرويج، شمال أمريكا الشمالية تندرة، وأخيرا شمال آسيا طبعا سيبيريا. فطبعا برودة الجو في الثلاث جهات في شمال أوروبا وشمال أمريكا الشمالية وشمال آسيا. انتقال الكوكازيين للأمريكتين عن طريق الهجرات الاختيارية، بينما الزنوج عن طريق الهجرات الإجبارية القسرية. سكان نهر الانجيتسي طبعا ينتمون للسلالة المغولية، لأن نهر الانجيتسي من أنهار قارة آسيا، وكل آسيا طبعا سلالة مغولية ما عدا دولة الهند زنجية وكوكازية. تنمو في سهول نهر نيلسون أشجار الصنوبر والشربين. نهر نيلسون شمال شرق أمريكا الشمالية وشمال شرق أمريكا الشمالية ضمن إقليم اللورانسي، وتنمو فيه طبعا غابات المخروطية ضمن أشجارها الصنوبر والشربين. يتشابه توزيع السكان في شمال روسيا وفنلندا والنرويج. سبب طبعا هو البرودة في عدم تركز السكان في شمال روسيا وفنلندا والنرويج. تختلف أسباب زيادة الوفيات في قارة أفريقيا عن قارة أوروبا. أسباب زيادة الوفيات في قارة أفريقيا هي طبعا قلة الرعاية الصحية، بينما قارة أوروبا رغم التقدم الصحي ولكن في عدد كبير من كبار السن، عشان كده اوروبا يبلغ عدد مواليد الوفيات فيها كبير جدا بسبب نسبه كبار السن. تتميز مناطق السهول الفيضيه في شرق وجنوب اسيا بارتفاع الكثافه السكانيه. بسبب شرق اسيا فيها طبعا انهار، وجنوب اسيا فيها نهر الجنج في الهند، وشرق فيه نهر الانجيتس في الصين، فده سهول زراعيه ادى لتركز السكان. صحراء التندرا يوجد بها احدى السلالات البشريه الامريكيه اللي هي طبعا الاسكيمو. يختفي التنوع المناخي من القارة القطبية الجنوبية بالرغم من كبر مساحتها بسبب طبعا وقوعها في النصف الكرة الجنوبي من سطح الأرض. يعتبر المحيط الأطلنطي والهادي حدود طبيعية لأربع قارات. المحيط الأطلنطي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا وأفريقيا.
الهادي، امريكا الشماليه والجنوبيه واستراليا واسيا. تخطت اثار المشكله السكانيه في اسيا حدودها الجغرافيه، ودليل على ذلك ان طبعا سكان اسيا بسبب عدد سكان كبير ادى الهجره هجرات غير شرعيه الى دول متقدمه وخاصه دول اوروبا. ثانيا التاريخ. نبدا بسؤال جديد في التاريخ، هو صوره لحدث تاريخي او شخصيه تاريخيه. امامك صورتين لعلي بك الكبير ومحمد علي، اجب عن الاسئله الاتيه. ما اوجه التشابه بين علي بك الكبير ومحمد علي؟ تشابه ان الاثنين انفصلوا عن الدوله العثمانيه. اول حركه انفصاليه هي حركه علي بك الكبير. تاني سؤال، كانت طريقة تولية محمد علي على مصر مختلفة عن الولاة السابقين. محمد علي طبعا تولى حكم مصر بإرادة الشعب في اجتماع في دار المحكمة يوم 13 مايو عام 1805، تمام، وكان غير كل الناس اللي تعينوا في حكم مصر، كان طريقة ان هي يعزل بيها والي هو خورشيد باشا وتولى والي اخر بإرادة الشعب. فسر فشل حركة علي بك الكبير بسبب انحياز السلطان محمد بك ابو الذهب الى السلطان العثماني، وادى طبعا الى خيانه علي بك الكبير وادت الى فشل حركه علي بك الكبير. امامك صوره لمظاهره عابدين، اجب عن الاتي. ما الذي كان بجوار الخديوي اثناء المظاهره؟ بجوار الخديوي كان بعض الاتراك وقنصل بريطاني ومراقب مالي بريطاني. ما نتاج مترتبه على هذه المظاهره؟ هو اضطر الخديوي توفيق الى موافقه على مطالب احمد عرابي والامه، واسند الوزاره لشريف وشكل مجلس نواب جديد. امامك صوره تعبر عن ثوره 19، اجب عن الاتي. اذكر اهميه مشاركه المراه في الحياه السياسيه، اخطر تطور اجتماعي ان اول مره في تاريخ مصر تخرج المراه في ثوره. لماذا فشلت منفضات سعد ميلنر؟ بسبب طبعا ان المشروع المعاهده يؤدي الى استقلال مصر استقلالا سوريا. كانت المجالس النيابية التي وضعتها سلطات الاحتلال البريطاني دور هام في تاريخ مصر مرتين رغم انها كانت سورية. المرة الاولى هي الجمعية العمومية ومجلس شورى قوانين، تمام، سببه طبعا ان طلب اجبار الحكومة المصرية على رفض مد امتياز قناة السويس في عهد محمد فريد. والمرة الثانية هو تشكيل وفد مصري برئاسة اعضاء الجمعية التشريعية. نقاط هامة في التاريخ. الكشوف الجغرافية كانت عامل مشترك في التدهور الاقتصادي في نهاية حكم المماليك وأثناء الحكم العثماني بسبب تحول الطريق التجاري بين شرق وغرب إلى طريق رأس الرجاء الصالح. بدأ الصدام بين المماليك والعثمانيين بعد استيلاء سليم الأول على عمارة ذي القادر، طبعا لأن حيث خرج الغوري ودارت معركة مرج دابك بين المماليك والعثمانيين. كانت معركة مرج دابك بالنسبة للدولة المملوكية ذات أهداف دفاعية، لأن خرج قنصوة الغوري للدفاع عن إمارة ذي القادر. اختفت مشاعر الفلاح المصري بالأرض الزراعية منذ اللحظة الأولى للسيطرة على العثمانية بسبب حق الانتفاع مش نظام الالتزام، لأن منذ اللحظة الأولى هو طبق السلطان العثماني الأرض ملكا للسلطان، تمام، وأن الفلاح ليس له حق التصرف فيها. كان الحكم العثماني نكبة حضارية واقتصادية، حضارية لأن العزلة التي فرضتها أدت إلى أن أصبحت مصر ولاية معزولة عن المؤسسات الحضارية في الغرب، واقتصادية طبعا في الزراعة تدهورت والصناعة والتجارة سواء كانت داخلية أو خارجية. استفاد السكان في عاصمة الدولة العثمانية لستنا بشكل كبير من خبرات المصريين بسبب طبعا ترحيل أمهر الصناع للأستانة عاصمة الدولة العثمانية. كانت الظروف مؤاتاة للتجار الأجانب في مصر أثناء الحكم العثماني نتيجة منح الدولة العثمانية الامتيازات الأجنبية للدول الأوروبية. يوجد ارتباط بين منصب شيخ البلد وحركة علي بك الكبير، طبعا نتيجة ضعف الدولة العثمانية سياسيا انفرد علي بك الكبير بحكم مصر، ولكن انحاز محمد بك ابو الذهب للسلطان العثماني ففشلت حركة علي بك الكبير وعادت مصر ولاية عثمانية تحت منصب شيخ البلد محمد بيك أبو الذهب. قررت فرنسا إرسال حملاتها لمصر مستغلة تدهور الأوضاع الداخلية لمصر. بدأت الأخطار تحيط بالحملة الفرنسية منذ عهد نابليون، هي معركة أبو قير البحرية، ولكن ازدادت في عهد كليبر الأخطار كتيرة، منها تناقص عدد الجيش، ومنها طبعا حملة العثمانية في عريش ودمياط وتجدد ثورات المصريين وعودة مقاومة المماليك.
التقت القوات العثمانيين مع القوات الفرنسية 3 مرات. طبعا أول مرة كانت حملة الشام، هو تحالف الدولة العثمانية مع إنجلترا وروسيا لإخراج الحملة الفرنسية من مصر. المرة الثانية موقعة أبو قير البرية وأدى لفشل أو هزيمة الدولة العثمانية. والمرة الثالثة بعد فشل اتفاقية العريش عندما رفض قليبر وهاجم العثمانيين وتقهقروا مرة أخرى إلى الشام. ظهر تفوق الطبيعة الجغرافية على الأسلحة الحديثة أثناء حروب نابليون في الصعيد، طبعا طول الوادي. ربط الوالي العثماني مصيره بمصير المماليك بعد معركة إمبابة نتيجة فرار مراد بك للصعيد، بينما الوالي العثماني وإبراهيم بك للشام. اطلع المصريون على بعض ملامح الحياة الديمقراطية في أوروبا من خلال مشاركاتهم في الدواوين، لأن طبعا أنشأ نابليون ديوان العام والقاهرة والأقاليم، طبعا يعود النفع على الأهالي في عديد من جوانب مختلفة في المجتمع المصري. ظهر حرص نابليون على التواصل مع الشعب قبل وصول الحملة من خلال إحضار المطابع لطبع المنشورات للأهالي. تشابهت سياسة نابليون مع قليبر في التعامل مع ثورات المصريين هي القمع والإرهاب. أكدت النتائج النهائية لاتفاقية العريش على دور الحياة ولإنجلترا في مجرى الأحداث نتيجة طبعا رفض الاتفاقية، واشترطت على فرنسا إن خروج فرنسا كأسر حرب، ولكن رفض قليبر. فرد الضرائب هو العامل المشترك لقيام المصريين بثورات ضد الولاة العثمانيين والمماليك في ثورة طبعا الشعب المصري عام 1804. تغير قادة الحملة الفرنسية لأول مرة بعد معركة أبو قير البرية نتيجة طبعا رحيل نابليون سرا لفرنسا بسبب تحالف دول أوروبا ضد فرنسا. ظهرت الآثار السلبية اللي فرضها العثمانيين على مصر عند مواجهة الحملة الفرنسية، هو إعدامهم لمحمد كريم وعدم طبعا مقاومة الإسكندرية، وفشلت مقاومة الإسكندرية لأن أسلحة المصريين غير متطورة، وهزيمة المماليك في شبرخيط وإمبابة لاعتمادهم على الفروسية واستخدام الفرنسيين القنابل والمدافع الحديثة. حقق محمد علي هدفه من الانضمام لصفوف الشعب المصري عام 1804، هو ارتفاع مكانته، وده كأول مكسب طبعا حققه محمد علي، ثم اجتماع دار المحكمة، ثم تولية حكم مصر بقرار من السلطان العثماني في 1805. تدهورت العلاقة بين الإنجليز والسلطان العثماني بعد رضوخ السلطان العثماني للزعامة الشعبية عام 1806، هو تثبيت حكم محمد علي في مصر وعدم نقله لولاية سالونيك بمقدونيا. محمد علي هو أول من أدرك بروز قوة الزعامة الشعبية بعد خروج الحملة الفرنسية ودورها في مقاومة الحملة الفرنسية. بدأ محمد علي تطبيق سياسة الحكم المطلق بعد مذبحة القلعة بانفراده بحكم مصر وانتهاء طبعا أو قتل المماليك. كانت التحالفات الدولية سببا في خروج نابليون مرتين من مصر. التحالف الأول هو طبعا في الشام، تحالف إنجلترا أو الدولة العثمانية وإنجلترا وروسيا لإخراج الفرنسيين بالقوة العسكرية، أدى طبعا لإعداد نابليون جيش قوي لخروج لملاقاة العثمانيين في الشام. التحالف الثاني هو التحالف بعد معركة أبو قير البرية، هو تحالف الدول الأوروبية ضد فرنسا، فرحل نابليون سرا إلى فرنسا. يعد انضمام محمد علي لصفوف الأهالي الساخطين عام 1804 دليلا على إدراكه لتغيير ميزان القوى بمصر ودور الزعامة الشعبية في الساحة السياسية. تشابهت سياسة محمد علي مع المماليك وسياسة نابليون مع حماية يافا. طبعا قام محمد علي بمذبحة القلعة، بينما نابليون طبعا قتل أفراد حمية يافا. فرضت الزعامة الشعبية إرادتها على السلطان العثماني في مطلع القرن 19 عدة مرات. أول مرة طبعا في تعيين محمد علي عام 1805، وتاني مرة عام 1806 في تثبيت محمد علي حكم مصر وعدم نقله لولاية سالونيك بمقدونيا. ظهر التحالف الإنجليزي المملوكي ضد محمد علي لأول مرة من خلال محاولة نقل محمد علي عام 1806، هو طبعا إن إنجلترا أرادت تعيين حليفها محمد بك الألفي لاطمئنان على مصالحها الاقتصادية. وضع الشعب المصري قاعدة الحكم الدستوري في 13 مايو عام 1805، من يحكم محمد علي بالعدل ولا يفعل أمرا إلا بالرجوع للزعامة الشعبية. كان محمد علي مقيدا في حكم مصر عند توليته، لأنه طبعا عندما اجتمع زعماء الشعب من علماء ونقباء الطواف بدار المحكمة قرروا تعيين محمد علي وعزل خورشيد باشا
واخذ عليه عود ومواثيق من يحكم بالعدل ولا يبرم امرا الا بمشوره مين؟ مشوره الزعامه الشعبيه. ازدادت احوال مصر سوءا خلال فتره من عام 1801 ل 1805 بسبب الصراع على السلطه. هو تصارع طبعا عناصر الحكم القديم، هو طبعا انجلترا والدوله العثمانيه والمماليك، ولكن انتهت طبعا بانتصار الدوله العثمانيه وتعيين ولاه عثمانيين. اصدر محمد علي اللائحه الجديده عام 1837 لتنظيم الاداره اداره مصر بهدف تحديد عمل دوين الحكومه. هو طبعا حدد او قسم دوين الحكومه لسبع دوين وحدد اختصاص كل ديوان. زادت حاجة الحكومة المصرية في عهد محمد علي للموظفين وفنانين، لذلك اهتم محمد علي بالتعليم. صندوق الدين هيئة اللي تولت مسؤولية الأموال المصرية للدائنين في عهد إسماعيل، ويحكومة داخل حكومة تمام، لأن طبعا إدارة صندوق الدين تندبهم الدول الدائنة. تركزت معظم حصون ودفاعات في عهد محمد علي في ناحية الشمال، لأن محمد علي أنشأ عديد من القلاع والحصون في رشيد واسكندرية ودمياط. استعان محمد علي بالخبرة الأجنبية لتحقيق التنمية الاقتصادية، استخدم خبراء في الزراعة وأرسل بعثات في الصناعة، واستخدم خبراء لترجمة الكتب في الصناعة. حقق محمد علي من حروب اليونان مكاسب سياسية. حروب اليونان تعتبر نقطة تحول في علاقات بين مصر والدولة العثمانية بسبب تفاوض الدول الأوروبية مع محمد علي لإنهاء حرب اليونان دون الرجوع للسلطان العثماني، وعلو مكانة مصر دوليا، وخرجت مصر من نطاق الإقليمي لنطاق الدولي. نجح محمد علي في تحقيق الأمن التجاري المصري عن طريق احتكار الواردات، عن طريق تطهير البحر الأحمر من القراصنة، بناء أسطول في البحرين الأحمر والمتوسط، والبيع في الخارج لحساب الحكومة المصرية. لم يقتصر دور الترع التي أنشأها محمد علي على الزراعة، كان لها دور كبير في النقل والمواصلات والتجارة الداخلية. صرخ خديوي إسماعيل على نهج سعيد في الاستدانة للوفاء بالمشروعات والالتزامات. كان خديوي إسماعيل على نقيض من السعيد في التعليم، إسماعيل اهتم بالتعليم والثقافة وأنشأ دار طبعا للكتب ودار للرصد والمساحة وجمعية جغرافية، بينما سعيد ألغى ديوان المدارس وشجع بعثات أجنبية لإنشاء مدارس لها في القاهرة واسكندرية. كان محمد علي زراع العسكري للدولة العثمانية للحفاظ على أملاكها، عندما طبعا قام محمد علي بحروب شبه الجزيرة العربية لقضاء على الحركة الوهابية التي هددت الدولة العثمانية، وثانيا حروب المورة للقضاء على ثوار أهل المورة الذين هددوا نفوذ الدولة العثمانية وطلبوا باستقلال عن الدولة العثمانية. تطورت سرعة نقل المعلومات والأخبار بين المدن المصرية الرئيسية في عهد سعيد، لأنه أنشأ طبعا خطوط تلغراف على طريقة حديثة بين اسكندرية والقاهرة والسويس، بينما في كل المحافظات هو إسماعيل الذي أنشأ خطوط تلغراف. ظهرت بعض الأعمال القليلة الإيجابية في عهد إسماعيل في النقل والمواصلات، طبعا أنشأ أو بدأ في إنشاء سكة حديد بين القاهرة واسكندرية، وأصلح الطريق البري بين القاهرة والسويس. كان عهد إسماعيل بداية لتقلص الحكم المطلق تيجة إنشاءه طبعا مجلس شورى النواب عام 1866 الذي يعد بداية الحياة النيابية في مصر. حملت فترة سعيد تناقضات في التعليم، لأن هو ألغى ديوان المدارس، عشان كده بلغ تدهور التعليم أقصى مدى له في عهد سعيد، وثانيا شجع بعثات الأجنبية في فتح مدارس لها في القاهرة والإسكندرية. أدرك الخديوي توفيق مدى تسلط النفوذ الأجنبي ودورهم في عزل أبيه أكثر من عرض الدستور الجديد اللي صدر في عهد وزارة شريف باشا هم النواب، لأنه شريف باشا أصدر اللائحة الأساسية ولم تتضمن حق النواب في مناقشة الميزانية. تناقضت وزارة البارودي مع وزارة شريف في مناقشة الميزانية. البارودي أصدر لائحة طبعا تضمن فيها حق مناقشة الميزانية، ولكن شريف باشا لم تتضمن حق المجلس في مناقشة الميزانية. أهدرت اللائحة الأساسية اللي أصدرها شريف باشا بعد حقوق مجلس النواب بسبب أنه أصدر لائحة أساسية لم تتضمن حق المجلس في مناقشة الميزانية. نجح عرابي في صد الإنجليز في كفر الدوار، ولكنهم فشلوا في صدهم في معركة تل الكبير. كفر الدوار كان عندهم روح معنوية، ولكن تل الكبير
ضغطت انجلترا على السلطان العثماني باصدار منشور عصيان عرابي، مما ادى الى ضعاف الروح القوميه والمعنويه طبعا لدى المقاتلين. ظهر الدعم الشعب لاول مره للعرابيين في مظاهره عابدين، او توحدت الحركه المدنيه السياسيه مع المطالب العسكريه في مظاهره عابدين، طبعا لان ايدت طبعا مظاهره الامه عرابي في مظاهره عابدين. والمطالب بتاعت مظاهره عابدين هي طبعا اول حاجه اسقاط وزاره رياض باشا المستبده، تشكيل مجلس نواب على نسق اوروبي، واخيرا زياده عدد الجيش ل 18000 كندي. اخطا عرابي وقاده الثوره حينما اعتمدوا على عهود القناه، وهي طبعا عدم دخول سفن حربيه لقناه السويس ضمن الاتفاقات الدوليه. عادت الحياه النيابيه في عهد الخديوي وتوفيق بعد مظاهره عابدين، حيث تم تشكيل مجلس النواب. تقدم ضباط الجيش بشكوى ضد عثمان رفقي، بسبب طبعا ان عثمان رفقي اضطهد ضباط المصريين وعدم الحصول على حقوقهم. حدث فراغ سياسي في منصب الوزاره بعد المذكره المشتركه الثانيه، طبعا بعد اقاله البارودي. خلفت انجلترا الاتفاقات الدوليه عام 1882 نتيجه اجتاحت سفن الانجليزيه القناه دون مراعاه لوضعها بالنسبه للملاحه الدوليه. لم يفكر عرابي باقامه التحصينات في الاسماعيليه بسبب الثقه في دليسيبس، لكن نجح في اقامه طبعا مع تحصينات في كفر الدوار. كان مجلس الشورى القوانين والجمعيه العموميه دورا وطنيا خلال كفاح محمد فريد، لان طبعا اجبار الحكومه المصريه على رفض مد امتياز قناة السويس 40 سنة أخرى. شعر العربيون بالثقة الأولى لأول مرة من خلال عزل عثمان رفقي باشا، وهي أول مكاسب العربيين نتيجة حادثة قصر النيل. تشابه إسماعيل وسعيد في الجيش والبحرية، الاتنين طبعا أدوا للتحسين البحرية واعتنوا بترسانة البحرية. فقد إسماعيل سلطته الكاملة في الحكم بسبب لجنة التحقيق العليا الأوروبية، وهي المطالب هي طبعا تنازل اسماعيل عن اطيانه واطيان عائلته وسلطته الكامله لوزاره جديده هي الوزاره المختلطه. كانت شروط امتياز قناه السويس دليلا على تبعيه مصر للسلطان العثماني، ان اشترط صحه توقيع امتياز قناه السويس على السلطان العثماني. حدث وفاق بين السلطه الفعليه اللي هو المعتمد البريطاني والسلطه الشرعيه الخديوي عباس حلمي الثاني خلال الكفاح محمد فريد. ومحمد فريد طبعا سياسة الكفاح لمحمد فريد تختلف عن مصطفى كامل، لأن محمد فريد واجه الاحتلال والخديوي معا. اعتمد مصطفى كامل في كفاحه داخل مصر ضد الإنجليز على إيقاظ الوعي القومي من خلال الصحف وطبعا إنشاء جريدة اللواء. عملت سلطات الاحتلال البريطاني في مصر على أشعة الروح اليأس في نفوس المصريين بهدف إضعاف المقاومة. ظهرت الطبقية المجتمعية في التعليم في عهد الاحتلال بدليل اهمال التعليم وجعله بمصروفات عاليه بهدف تخريج مجموعه موظفين العمل في مصالح حكوميه. ايه اللي ترتب على سياسه بريطانيا اللي طبقتها في الزراعه؟ نتج عنها ظهور طبقه الاعيان وكبار الملاك تستفيد من سياسه الاحتلال، وارتبط ازدهارها ونموها الاقتصادي باستمرار بقاء الاحتلال البريطاني. طلب الوفد المصري من المعتمد البريطاني السماح لهم بالسفر الوفد لباريس، طبعا يدل على امتلاك الانجليز السلطه الفعليه. السبب المباشر في اشتعال ثوره 19 واعتقال اعضاء الوفد نفيهم لجزيره مالطا. يعد حادث 4 فبراير 42 انتهاكا مباشرا لمعاهده 36، لان طبعا في شروط المعاهده او نتاج المعاهده وشروط المعاهده وانتهاء الاحتلال عسكريا، ولكن في حادث 4 فبراير محاصره ضبابات بريطانيا قصر عابدين، فيدل ذلك على انتهاك لمعاهده 36. أصبح المصر سياسة خارجية وعلاقات دولية بموجب تصريح 28 فبراير أن أعيدت الوزارة الخارجية مرة أخرى. ظهور بوادر الحرب العالمية الجديدة كانت من أكثر عوامل دفعت بريطانيا، طبعا خافت بريطانيا من يقوم المصريين بثورة ضدها وهي دخلت حرب عالمية جديدة، فقامت باتفاق مع مصطفى النحاس رئيس الوفد، فتم طبعا توقيع معاهدة 36 في أغسطس. نصت معاهدة 36 عودة الجيش المصري للسودان الذي تم سحبه بعد مقتل السير لستك، هو القائد العام للجيش المصري وحاكم العام للسودان.
تألف الوفد المصري لمقابلة السير وينجت عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى من أعضاء الجمعية التشريعية. أرسلت إنجلترا لجنة ميلنر من أجل شق وحدة الصف المصري وإلغاء التوكيلات، بدليل أن لجنة ميلنر جاءت لإقناع الشعب المصري بقبول الحماية البريطانية. حدثت أضرار اقتصادية لإنجلترا قبل إعلان تصريح 28 فبراير بسبب المقاومة السلبية للمصريين هي المقاطعة الاقتصادية للبضائع الإنجليزية. كانت شروط امتياز قناة السويس دليلا على تبعية مصر للسلطان العثماني، حيث يشترط صحة الامتياز قناة السويس أن يصدق عليه السلطان العثماني. اتسعت سلطات الملك فؤاد في بنود دستور 30 لأنه أعطى الملك فؤاد مزيد من السلطات وأهدر حق الأمة. عاد جزء من قوات المصرية للسودان بعد معاهدة 36 بسبب إعادة العمل باتفاقية الحكم الثنائي، لأن تم طبعا توقف لاتفاقية الحكم الثنائي بعد اغتيال السير لستك وسحب الجيش المصري في السودان. توجد عوامل خارجية ساهمت في قيام ثورة 19، هي طبعا إعلان الرئيس ويلسون الأمريكي لمبادئه الـ 14 ومنها حق الشعوب في تقرير مصيرها، وثانيا ادعاء إنجلترا بأنها تحارب من أجل حرية الشعوب واستقلالها. أهمية المشاركة السياسية للمرأة هي أخطر تطور اجتماعي في عصر الحديث. اتحدت طوائف الشعب المصري أكثر من مرة خلال عام 1919، الدليل أولا طبعا أول مرة كان جمع التوكيلات لسعد زغلول وأصبح حزب الوفد يمثل الأمة، وثانيا في طبعا في مظاهرة 19 امتدت للأقاليم وشارك فيها جميع طوائف الشعب مما أكد على الوحدة الوطنية. إذا رفعت دعوى قضائية من رجل مصري ضد رجل إنجليزي في عهد خديوي إسماعيل بسبب قطعة أرض، فإن الفصل فيها يكون اختصاص المحاكم المختلطة، لأن المحاكم المختلطة كانت تنظر في الفصل بين المنازعات العقارية بين الأجانب والمصريين. يد الملك فؤاد عمل مشترك بين دستوري 1923 و30، لأن الملك فؤاد تم طبعا إصدار دستور 23 في عهده وأعطى حق في حل البرلمان ودعوة لانتخابات جديدة، بينما دستور 30 اتسعت سلطات الملك فؤاد، لأن دستور 30 أعطى الملك فؤاد عديد من السلطات وأهدر حق الأمة. كان الاحتلال البريطاني نكبة على الحلفة النيابية في مصر، وبدليل على ذلك طبعا هو إلغاء مجلس النواب المنتخب عام 1881 وتشكيل مجالس أخرى صورية لا سلطة لها، مجلس شورى قوانين وجمعية عمومية وجمعية تشريعية. أول صور للتدخل الأجنبي الرسمي الأوروبي في شؤون مصر الداخلية هو صندوق الدين، حكومة داخل حكومة. طبعا إدارة هذا الصندوق مندوبين تندبهم الدول الدائنة من الخارج، رغم أنه كان خزانة فرعية لخزانة مصر الأصلية. أول حاجة أقولها لكم في ليلة الامتحان إن نعمل أول حاجة نراجع المادة ونراجع بين السطور، ثم نحل امتحانات محافظات ونركز في ورقة الصفرة في كتاب الامتحان والاختيارات، وثانيا نركز في ورقة موجودة في كتاب الأضواء اسمها دبر بنفسك جات منها امتحانات المحافظات زي الغربية أو بورسعيد. نبدأ إن احنا نبدأ أول امتحان عندنا امتحان زي المحافظات بالظبط، أسئلة بين السطور. الامتحان مكون من أربع أسئلة، سؤالين جغرافيا وسؤالين تاريخ، سؤالين الجغرافيا ألف وب وجيم وهكذا التاريخ. نبدأ أولا الجغرافيا. أمام خريطة صماء أكتب أواجب عن التالي: ما اسم القارة؟ طبعا قارة أمريكا الجنوبية. إلى أي من قارات العالم تنتمي؟ هي قارات العالم الجديد. سهول نهر الأمازون ضمن طبعا الإقليم الاستوائي. منطقة تقل بها السكان هي هضبة باتاجونيا بسبب عرض السطح. الحد الشمالي للقارة هو طبعا البحر الكريم. تتعدد خصائص الطبيعية والبشرية لقارات العالم، في دور ذلك العبارة أجب عن التالي: حدد الارتباط بين الجزر والسكان في قارة آسيا. طبعا توجد جزر كثيرة في قارة آسيا مثل جزيرة جاوة، اليابان، الفلبين، ولكن جزيرة جاوة من أكبر جزر ازدحاما بالسكان، وجزيرة اليابان والفلبين تتركز بها عدد سكان بسبب التربة الجليدية، وجزيرة جاوة بسبب خصوبة التربة. إلى أي الأقاليم المناخية تنتمي؟ جزيرة مدغشقر تنتمي للإقليم الموسمي. نهر سانت لورانس للإقليم المعتدل بارد شرق القارات الفرنسي. جزر المحيط المتجمد جنوبي تندرا. ماذا حدث إذا قامت أفريقيا بالاستفادة من ثرواتها المعدنية في التصنيع؟ طبعا أدى ذلك
اللي طبعا اصبحت افريقيا من قارات ذات دخل اقتصادي مرتفع. اختر الاجابه. تتشابه قاره اسيا وقاره استراليا، يغلب عليهم مصر الهضبي، يحطهم شرقا للمحيط الهندي، بهم انهار يصبان في خلجان. اللي يغلب عليهم مصر الهضبي هي استراليا وافريقيا وليس استراليا واسيا. يحطهم شرقا للمحيط الهندي، المحيط الهندي يحد استراليا من الجنوب والغرب. ولكن الاجابه الصحيحه هي بهم انهار يصبان في خلجان، نهر طبعا دجله والفرات في خليج العقبه في قاره اسيا، وقاره استراليا نهري ميري وجرولينج في الخليج الاسترالي الكبير. توجد السلالة النقية في شمال كندا مثل سلالة الاسكيمو. اتساع مناطق اقليمية مناخ نقط ونقط يساهم في تنمية الثروة الحيوانية. ونرجع لحشاش الاستبس، هي مراعي طبيعية. وحشاش الاستبس تنمو في الاقليم الصيني والبحر المتوسط. طب مش حشاش السافانا ليه؟ لان حشاش السافانا هي عبارة عن حديقة حيوان طبيعية. اتركز اكثر من نصف سكان قارة امريكا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 57%. بما تفسر تختلف الفصائل الاقتصادية بسكان العالم بسبب طبعا النشاط الاقتصادي ودخل الفرد. تتميز السهول الساحلية المطلة على المحيط الهادئ بالضيق في قارات العالم الجديد. قارات العالم الجديد هي آسيا وأفريقيا، أو قارات العالم الجديد هي أستراليا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. قارة أستراليا طبعا تضيق بسبب اضطراب الجبال الحاجز الكبير من سواحل المحيط الهادئ. قارة أمريكا الشمالية غربا جبال روكي، وقارة أمريكا الجنوبية غربا جبال إنديز. يختلف توزيع السكان شمال آسيا عن شرقها. شمال آسيا يقل السكان بسبب البرودة، ولكن شرقها يتركز السكان بسبب نهر اليانجيتسي في الصين. اكتب المصطلح الجغرافي لكل آبار. سلالة توجد في الأمريكتين وتعتبر طبعا نتاجا للهجرة الإجبارية، هي السلالة الزنجية نتيجة طبعا العمل في مزارع القطن والتبغ وكسر السكر. قارة توجد بها مراكز البحوث في مناطق مقسمة هي القارة القطبية الجنوبية. حدد ما يميز كل ظاهرة تدريسية مالي. سؤال مهم. الهضبة الغربية توجد في استراليا وتتميز بالاستواء. نهر فولج يوجد في قارة اوروبا، هو اطول انهار قارة اوروبا، يصب في بحر القزوين. تابع السؤال الثاني. اكمل الجدول التالي وانقله في كراسة الاجابة كاملا. قراية الجدول نرى الجدول كاملا. نهر شمال او قارة نقط إقليم المناخي طنطرة والقسم السكاني. شمال قطب القارة طبعا آسيا. شمال قطب فيه طنطرة، هو طبعا سهول سيبيريا. القسم السكاني في سهول سيبيريا هي جماعة التانجس، طبعا قسم سكاني ضمن السلالة المغولية. نهر الكونغو أفريقيا، إقليم مناخي استوائي وشبه استوائي، والقسم السكاني زنوش قصور القامة في نهر الكونغو. ثانيا التاريخ. اكتب كلمة صواب أو خطأ أمام العبارات الآتية. انتهت أمال فرنسا في السيطرة على البحر المتوسط بعد ثورة القاهرة الأولى، خطأ بعد معركة أبو قير البحرية، لأن هي بداية نهاية الحملة الفرنسية. كانت شروط امتياز قناة السويس دليل على تبعية مصر للدولة العثمانية، العبارة صحيحة، لأن طبعا يشترط صحة امتياز قناة السويس لازم يصدق عليه سلطان العثماني. عرضت قضية استقلال مصر عام 1947 على مجلس الوزراء، خطأ على مجلس الأمن. مجلس الوزراء ده تم تقديم شكوى من عرابي لطبعا إقالة عثمان رفقي باشا بسبب عدم الحصول على حقوق واضطهاد الضباط. أربعة، تحولت مصر من دولة مستقلة لولاية من ولايات الدولة العثمانية بعد معركة نفرين، بعد معركة الردانية، ولكن معركة نفرين هو تحطم الأسطول المصري بقيادة محمد علي. ب، أعطي مثالا مما درست يؤيد العبارات الآتية. ألف، إن مجاهرة الدول الاستعمارية برغبتها في العدل يتنافى مع واقع أفعالها. الدول الاستعمارية طبعا عندنا مثلا دولة الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا. الولايات المتحدة الأمريكية أعلن الرئيس ويلسون الأمريكي مبادئه الـ 14 لحق الشعوب في تقرير مصيرها، ولكن في مؤتمر الصلح اعترف بالحماية البريطانية على مصر. ثانيا، ادعى إنجلترا وخلفائها بأنها تحارب من أجل حرية الشعوب واستقلالها. ب، عمل محمد علي على ازاله الصعوبات التي كانت تواجه التجاره. طهر البحر الاحمر من قراصنة، طبعا مهد الطرق، بدا يعمل اسطول على البحر المتوسط والاحمر. اثنين، ما رايك اعتماد زعماء الحركه الوطنيه على القوى الخارجيه لمحاربه الاحتلال الانجليزي؟ لا يعجبني طبعا ان اعتمد مصطفى كامل على الحركه والقوى الخارجيه في فرنسا
ولكن بعد اتفاق فرنسا مع انجلترا ما يعرف بالاتفاق الودي تخلت عن تأييدها للحركة الوطنية. تابع السؤال الثالث طبعا جيم، اكتب ما تشير اليه يا براد، مؤتمر عقد للنظر في المساله المصريه هو مؤتمر الاستانه، ومؤتمر الاستانه هو اخر محاولات الدوله العثمانيه للدفاع او حمايه مصر ضد الاحتلال الانجليزي. مدينه دخلها محمد علي منتصرا بعد حمله فريزر، هي مدينه طبعا الاسكندريه، اعيدت بعد تصريح 28 فبراير للوزاره الخارجيه. أربعة، طبقة اجتماعية ازدهرت في ظل الاحتلال البريطاني لطبقة الأعيان وكبار الملاك. السؤال الرابع، من تنسب الأعمال؟ القائد العام للجيش المصري والحاكم العام للسودان هو السيد ستاك. ما اعتبرته الرقيب بحملاته الحربية للأقاليم الإستوائية في أفريقيا الخديوي إسماعيل؟ أحد طلاب الأزهر الذي استطاع قفل كليبر سليمان الحلمي. حرم المماليك من تولية المناصب الرفيعة في الدولة محمد علي. ماذا يحدث اذا لم توقع مصر مع بريطانيا معاهده التحالف عام 1936 بالنسبه لبريطانيا؟ طبعا قامت مصر بثوره ضد بريطانيا وعدم استقرار احوال بريطانيا اثناء دخول الحرب العالميه الثانيه. لما يصدر محمد علي اللائحه الجديده عام 1837 لم طبعا يقوم باعاده الدواوين لسبع دواوين وحدد اختصاص كل دوان. جيم، أمامك سلطين الخديوي توفيق وعباس حلمي الثاني، أجب عن الثاني. ما أوجه الشبه بين فرنسا والخديوي عباس حلمي الثاني؟ فرنسا كانت بتسند الاحتلال ولكن تخلت عنه بعد اتفاق الودي. فرنسا كانت بتسند الحركة الوطنية ولكن تخلت عن الحركة الوطنية بعد عدم اتفاق الودي مع انجلترا. خديوي عباس حلمي الثاني كان بيسند الحركة الوطنية في عهد مصطفى كامل ولكن تحول إلى تأييد الاحتلال البريطاني في عهد محمد فريد. أين كان يوجد الخديوي توفيق أثناء ضرب مدينة الإسكندرية؟ كان موجود في قصر الرابط 60 بالإسكندرية. الامتحان الثاني، أمام خريطة للقسم الشرقي للعالم استعن بها ثم أجب. أكبر جزيرة بها سكان يشير إليها رقم 4 هي جزيرة جاو. أشجار رقم 2 في الهند هي أشجار طبعا جوز هند اللي هي إقليم موسمي. البحر الاسود يشير الى رقم البحر الاسود رقم 3. ملتقى قارات العالم القديم يشير اليه رقم 1 والبحر المتوسط. سلاله نقيه في صحراء كالهاري هو الزنوج قصر القامه. مظهر تضاريسي رقم 6 في شرق استراليا هي طبعا جبال الحاجز الكبيره او القلب الاسترالي. ب، يختلف توزيع السكان في العالم في دول العبارة السابقة، يجب عن ما العلاقة بين النشاط الاقتصادي معدل المواليد في أفريقيا. النشاط الاقتصادي معدل المواليد في أفريقيا نتيجة العمل في الزراعة، طبعا رغبة سكان أفريقيا في إنجاب عدد كبير من السكان أو الأطفال أو الأبناء، فأدى ذلك لارتفاع معدل المواليد. أنصب كل مدينة للدولة التي توجد بها، فيلادلفيا الولايات المتحدة الأمريكية، بونس إيرس عاصمة الأرجنتين، باريس فرنسا، وأوساكا اليابان. ماذا يحدث إذا لم يحدث فتوحات الإبراج بالنسبة للدول العربية؟ يؤدي طبعا إلى أصبحت السلالة النقية في الدول العربية سلالة كوكازية. أمامك رسم بياني يوضح مصير الفرد من الدخل السنوي في قارات العالم استعان به للإجابة عن ما يأتي. ثاني قارات نصيب الفرد هي قارة أوروبا. بما تفسر قارة آسيا تحتل المركز الخامس في دخل الفرد بسبب طبعا عدد السكان، لان هي اكبر قارات العالم سكانا. تابع السؤال الاول، صح وخطا، سكان الاقليم الصيني اكثر عرضه لمخاطر المناخ من سكان الاقليم البحر المتوسط؟ العباره صحيحه، لان طبعا سكان الاقليم الصيني يتعرضوا طبعا الى عواصف الطيفون. تمتد جبال البرانس شمال ايطاليا، تمتد جبال البرانس شمال اسبانيا. يتمثل الحد الشرقي لقاره اسيا والحد الغربي الامريكتين في المحيط الهادي، العباره صحيحه. تشمل السلالة المغولية نصف سكان العالم وتنتشر في قارات العالم المختلفة، العبارة خاطئة. السلالة المغولية 40% بينما السلالة الكوكازية 50%. يرجع السبب الرئيسي لتركز السكان في منطقة البحيرات العظمى لاعتدال المناخ، العبارة خاطئة. السبب الرئيسي لتركز السكان في منطقة البحيرات العظمى هي طبعا الموارد الاقتصادية الضخمة. تفصل جبال الانديز هضبة البرازيل عن المحيط الهادي، عبارة صحيحة.
مادام مترتبة على غزارة الأمطار في الإقليم الموسمي أدى لنمو الغابات الموسمية. كلية معدل المواليد ومعدل الوفيات معا في الدول المتقدمة، كلية عدد المواليد والوفيات يؤدي لكلية الزيادة الطبيعية، بينما تساوي عدد المواليد والوفيات يؤدي إلى إصلاح في الزيادة الطبيعية صفر، وطبعا عدد سكان ثابت كما هو في قارة أوروبا. اقتراب حافات الجبال والهضاب من ساحل قارة أفريقيا يؤدي إلى طبعا ضيق السواحل في قارة أفريقيا. اكتب المصطلح الجغرافي، اكثر سلالات الارض انتشارا من مدار الجدي ودائره الاستواء سلاله الزنجيه. حيوان ذات افراء كثيف يوجد في اقليم المعتدل البارد شرق القارات الاورانسي، الدب القطبي. السهول الفيضيه، سهول الفيضيه تمتد من الشمال للجنوب وتقع في قاره امريكا الجنوبيه، طبعا هي سهول نهر لابلاتا او سهول البامباس. معدل تصل طبعا النسبه في اوروبا ل 11% نتيجه زياده عدد كبار السن معدل الوفيات. قارن بين ولايات الوسط وسواحل هضبة البرازيل من حيث القارة التي تنتمي إليها وسبب تراكم السكان. ولايات الوسط أمريكا الشمالية، هضبة البرازيل أمريكا الجنوبية. سبب تراكم السكان في ولايات الوسط هو نهر الميسيسيبي فأقاليم زراعية، ولكن بسبب تراكم السكان في هضبة البرازيل وسواحلها مدن الكبرى. شمال كندا وشمال أستراليا من حيث موسم سقوط الأمطار والحياة النباتية والسلالة. شمال كندا تندر في موسم سقوط الأمطار قليل صيفا، الحياة النباتية تحالب السلالة، سلالة في التندرة شمال كندا سلالة طبعا مغولية. شمال أستراليا مداري، موسم سقوط المطر غزير طبعا صيفا، الحياة النباتية في شمال أستراليا غابات مدارية أقل كثافة من الغابات الاستوائية وحشائش السافانا وسلالة السلالة الزنجية في شمال أستراليا. أكمل الجدول التالي ظاهرة جغرافية قسم تضاريسي دولة توجد بها مستوى اقتصادي. اليانجيتسي طبعا قسم تضاريسي وسهول فيضية نهر. الصين طبعا من الدول أقل المتوسط. نقط هضبة أسبانيا مرتفع، هضبة الميزيتا في أسبانيا. تروس جبال في تركيا، وتركيا طبعا من الدول ذات دخل اقتصادي فوق المتوسط. ثانيا التاريخ، العبارات الآتية خطأ، عاد كتابتها لتكون صحيحة. مثل مؤتمر الصلح اخر محاولات العثمانيه لحمايه مصر من الاحتلال. مثل مؤتمر الاستانه، طبعا من نتائج مؤتمر الاستانه ان ترسل تركيا الدوله العثمانيه قوات لحفظ الامن والنظام في مصر. كانت الشام مجالا حيويا لمصر، حقق منه محمد علي مكاسب عسكريه. كانت السودان حقق منها محمد علي مكاسب عسكريه واقتصاديه وسياسيه. شهد عهد عباس باشا الاول اول تدخل اوروبي في الاقتصاد المصري. شهد عهد سعيد لانه اعتمد على رؤوس اموال اجنبيه، واقترض طبعا اول قرض من بنوك بريطانيه عام 1862. اول صدام عسكري بين فرنسا والفرنسيين والمماليك كان في معركه طبعا الشمر اخيك بالبحيره، ولكن تاني معركه هي امبابه. حدد مصداقيه العبارات الاتيه، لا يسعى المحتل للتثقيف وتعليم الشعب الذي يحتله. طبعا دليل على ذلك ان انجلترا قامت باهمال التعليم وجعله بمصروفات عليه. اختلف موقف محمد علي من الزعامه الشعبيه قبل وبعد توليده. محمد علي في البدايه قبل توليده انضم للعلماء والمشايخ وتعهد برفع الضريبه، ولكن بعد توليده قام بنفي عمر مكرم الى دمياط. رتب الاحداث التاليه من القديم للحديث، اولا حركه علي الكبير، ثم مذبحه القلعه، ثم محاولة عليك الكبير، مسبحة يافع، مسبحة القلعة، المحاكم المختلطة، إنشاء الجماعة المصرية، وأخيرا تأليف الوفد المصري. تابع السؤال الثالث، في عهد من حكام مصر وقع الحدث التالي؟ إصدار مرسوم لتسوية الديون خديوي إسماعيل، حفر قلعة المحمودية محمد علي، المذكرة المشتركة الأولى في عهد الخديوي توفيق، حدث 4 فبراير ملك فاروق. أكمل العبارات، أعلن سليم الأول نفسه الحامي الوحيد للحرمين الشريفين بعد معركة الريدانية. آخر مراكز مقاومة العربيين هي طبعا التلج الكبير. استعان محمد علي بالخبرة الأجنبية لتحقيق التنمية الاقتصادية. كانت شروط امتياز حفر قناة السويس مشرفة ظالمة بمصر. أذكر الأسباب التي أدت لاستقالة دورج كرومر وتنديد مصطفى كامل بحادثة بنشوان والسياسة القمعية للاحتلال البريطاني. نجاح محمد علي في الدخول للأسواق الدولية كمنافس بسبب طبعا تغيير السياسة الاقتصادية، ألغى نظام الالتزام وطبق نظام الاحتكار. إصدار الخديوي توفيق قرار بعزل أعرابي من وزارة الحربية
بسبب طبعا اتهم عرابي بانهم محاباه للبريطانيين، وتاني حاجه ان عرابي رفض اوامر الخديوي وتوفيق. ماذا حدث اذا لم يكن الشعب المصري بثوره 1804؟ طبعا ازدادت الدوله العثمانيه وولايه العثمانيين في فرض الضرائب، لم يظهر محمد علي على الساحه السياسيه في مصر. نجحت فرنسا في القطاع الصعيد، طبعا سيطرت على جنوب مصر والملاحه النهريه، واستطاعت ان تكون امبراطوريه كبيره تمام، وتعيد النظر في السيطره على سواحل الشماليه لمصر. ما رايك في معاهده 36؟ معاهده 36 ليها مزايا وليها عيوب. نقد معاهده 36 ان طبعا طول مده المعاهده بس طبعا 20 سنه، ان تتعهد بريطانيا مصر لبناء سكنات عسكريه ومعسكرات، وضع مواني مصر ومطاراتها لصالح بريطانيا، ان اعاده الحكم الثنائي في السودان والاداره المشتركه وتدخل بريطانيا في شؤون السودان. ده النقد. ولكن المزايا ان حققت لمصر اول حاجه مكسب كبير، ان هي انضمام مصر لعضوه الامم المتحده، الغاء الامتيازات الاجنبيه، واخيرا ان حريه مصر في عقد اي معاهده بشرط الا تتعارض مع معاهده 36. مزاره عبد الدين، ما رايك مزاره عبد الدين؟ طبعا توجيه مزاره عبد الدين لانها اول حاجه اظهرت مدى تأييد الشعب العرابي، واستطاع طبعا مزاره عبد الدين ان بعد مزاره عبد الدين حققنا ان احنا اسقطنا وزاره رياض باشا، تشكيل مجلس نواب، وزاد عدد الجيش ل 18,000 جندي. في نهايه مراجعتنا اتمنى لكم النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.